بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن طبعا هناك معرفش بالنسبة للنفساء أو الحائض أو الجنوب يقرأ القرآن مع اللمس، مع لمس المصحف. نعم. هذا ما في يعني غبار إن شاء الله. بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي غبار، لأنه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر، أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل، فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أنك تسبي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور، لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكر أو هوى. فهنئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض، شيء بلاستيك أسود، شيء كذا إلى آخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يا ترى هذول الأنواع هذه طاهرة ولا نجسة؟ إيه ما أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقوم واحد يقول إيش في عندك دليل؟ منين بدي أجيب له دليل؟ أنا ألوف مؤلفة من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر، ما نستطيع نقول في عليها دليل، هي طاهرة وهي طاهرة ودليلك. لكن شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المانجو حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ مانجا تعرفها؟ حلال أكله ولا حرام؟ هات نص. نعم. مين جيب لك نص انه قال رسول الله المانجا اكل حلال؟ في قواعد الاصل في الاشياء الاباحه. نرجع لموضوعنا السابق. الاصل ان الجنب والحائض والنفساء انه يجوز لهم قراءه كتاب الله، بل هذا هو الافضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام منقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ما إجا البرهان نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بإذني ثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت انا انه إلي عندك 100 دينار حينئذ انا باخذ حقي، وهلا الاصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الاصل ايش؟ الاباحة. عندنا في مسألتنا ادلة بتأكد
الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة، لأنه هم كانوا على مراحل يركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي، قال: ما لك يا عائشة؟ أنا فستي يعني حطي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف. ما قال لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف، ولذلك قال: فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب، ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ، فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. سؤال أخير.